عمل الفايبر بتاعك السلسي عجيب. صفحتها مثلت كل الامور. السلام عليكم، طبعا يعطيكم العافيه على الحضور وهذا الحرص. المركز الاعلامي للمهرجان الكويت المسرحي في دورته 19 يواصل حلقاته النقاشيه اللي انطلق فيها يعني من يوم الخميس 20 ديسمبر، واليوم حتكون الحلقه النقاشيه الختاميه. بدايه انا ارحب تواجد اخوي مدير المهرجان الاستاذ احمد التتان. شكرا على الحضور استاذ احمد، وهذا دليل واضح انك انت مهتم في كل صغيره وكبيره في هذا المهرجان. احنا اليوم الحلقه النقاشيه يمكن سؤالها اشكالي، يمكن يعني اعتبره البعض استفزازي، بس احنا يعني حبينا ان احنا في هذا المركز خلال هذه الدوره اللي تشهد لله الحمد يعني متغيرات كثيره، سواء كان خلال الانشطه الموجوده فيها وبالذات انشطه المركز الاعلامي اللي كان متعود على مؤتمرات صحفيه مع الوفود، بس احنا حولنا هذا الامر الى حلقات نقاشيه حتى يستفاد منها الجميع. طبعا وهذا الشيء كان من خلال الاجتماعات اللي قمنا فيها مع استاذ احمد التبتان واداره المسرح. حبينا في هذه الدوره ان تكون دوره مميزه، ولله الحمد يعني حتى الان ماشيه الامور تمام، وان شاء الله يعني تستمر هذا حتى حفل الختام. سؤالنا اللي راح نطرحه في الحلقه النقاشيه، وهو مثل ما قلت اشكالي او انه يعتبر البعض استفزازي، لان الكثير امس قاعد ردوا علي على هذا السؤال، انت تقصد منه شنو؟ فالسؤال المطروح في هذه الحلقه، من هو المسرحي؟ طبعا البدايه حتكون مع الدكتور سيد علي اسماعيل كنبذه تاريخيه عن كلمه مسرحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل ان ابدا في افتتاحيه هذه الجلسه الصباحيه او حلقه النقاش، لابد ان اشكر بالفعل اداره المهرجان في هذه الدوره على وجه التحديد، لان هناك وجدت ميزتين بالاخص في الندوات. الندوه الفكريه الرئيسيه لاول مره تعقد، يمكن كانت بصورة مصادفة ان في عرض ألغية، فكان الندوة مسائية، كانت من اروع الندوات في حضور الجمهور، وده كان شيء غير موجود. كان دائما بنعملها في الفندق، فاللي بيحضرها هم الضيوف واللي يصحى بدري، يعني دي اتعملت بالفعل، دي كانت مميزة، اتمنى ان احنا يعني نثبتها بالفعل وتكون خارج نطاق الفندق، لان ممكن الطلبه او الجمهور العادي هيحرج انه يخش الفندق فين ويسال، لكن في مكان عام في ساحه ثقافيه او في شيء هيبقى طيب. النقطه الثانيه او الميزه الاخرى بالفعل هي الحلقات النقاشيه اللي الخاصه بمركز الاعلام الاستاذ مفرح. حقيقي ده كان شيء مميز جدا، يمكن انا عايز اقول ان كل حلقه، يمكن مش عايز اقول تفوق يعني فقط الندوة الفكرية الرئيسية للمهرجان، كل جلسة كانت ندوة حقيقية قوية، شيء مميز بالفعل. ندخل في موضوعنا، فكرة من هو المسرحي. سأبدأها تاريخيا حتى الآن بصورة سريعة، يعني نقاط. المسرحي بدأ في المسرح العربي الموهوب فقط، لولا موهبة مارون النقاش سليم النقاش ما كناش عرفنا المسرح. الناس حاب يعني عندهم هذه الموهبة، هذه الموهبة تحركت تطورت نوعا ما وأضيف إليها الغناء. من يكون موهوبا في التمثيل وعنده صفة الغناء يصبح هنا مش ليس مسرحيا، نجما. عشان من أجل هذا كان يأتي الشيخ سلام حجازي يقول النجم. الغناء كان نقدر نقول نجم الشباك، نجم النجوم، يعني اي شيء كان سلام حجازي هو الحق الاول. من هنا حتى نشوف فرقه، كلنا نسمع عن سيد درويش بس نسمع عنه كمطرب وكملحن، حد يتخيل انه كان عنده فرقه مسرحيه استمرت لسنتين من 21 ل 23 قبل وفاته؟
هنا السؤال، انت لماذا اقحمت في المسرح؟ انه عنده الصوت وعنده التلحين، ان كان المسرح غنائي على وجه الخصوص في هذه الفتره. اذا من الموهبه ثم الموهبه والغناء. تطور الامر شويه الى ان يصبح المسرحي هو الدارس. اول دارسين في تاريخ المسرح العربي كان جورج ابيض وكان زكي سليمان في فرنسا، هذا 1910 و1912، وزكي سليمان من 25 ل 28. هنا عندما عاد كل انسان منهم بدأ يضع ويرسخ لفكرة المسرحي الدارس وما إلى آخره. المسألة هنا تطورت بصورة كبيرة عندما جاء زكي سليمان بالذات، لأن كان بعثته مش بعثته إنه يدرس. الوثائق بتقول في الأخبار اذهب تعلم في فرنسا حتى تعود وتقود أو تقوم افتتاح معهد للتمثيل لتمثيل الناس. يعني دي كانت النقطة الناس مش دريانة بيها، إن زكي سليمان راح درس، لا، كانت مهمته الأساسية إنك تدرس هناك وترجع نفتح لك المعهد. عشان كده بالفعل أول ما جه فتح المعهد، وده كانت الانطلاقة الكبرى. يعني معهد التمثيل العربي أول معهد في مصر 1930، لما أنا ناوي إن أنا أعمل عنه شيء كبير، يعني كتاب ضخم، رغم إن هو قعد سنة ونص، ده هذا الوهم اللي إحنا فاهمينه، هو قعد حوالي 10 سنين، وهقول ليه. البداية كانت نقطة مهمة أوي، أنت عايز تعمل معهد ليه؟ عندي موهبة لكن ينقصها الدرس، ينقصها التعليم، ينقصها التوجه. دي كانت نقطة مهمة جدا، فكان المعهد أنشئ لهذه الفكرة. المعهد حورب قبل أن يبدأ من قمم نجوم، يوسف وهبي هاجمه، فاطمة رشدي هاجمته، طبعا كل الناس دول ليه؟ دول نجوم متحمل، يعني تملكوا الساحة، تجيب لي شوية عيال تدرسهم يبقوا هم اللي متخصصين ولا لأ، ودي النقطة اللي احنا بنعاني منها حاليا دلوقتي، مين اللي دارس ومين اللي مش دارس. دي كانت موجودة أزلية، مشكلة أزلية، اتحارب بالمعهد بقوة إلى أن تم افتتاحه، وظلت الحرب شعواء عليه. وكان الخطأ في حاجة واحدة، مقرر الرقص التوقيعي. انا بقول للناس طبعا ايه ده، انا هودي بنت تقعد مع الواد ويقعد يرقصوا، هي نزلوا خبط وضرب على زكي سليمان الى ان اغرق المعهد في اول بعد نهايه اول عام. لكن في الوقت ده بقى برضه، دي يمكن مفاجاه ليكم جميعا، الكل متخيل ان المعهد زكي سليمان ده كان المعهد القديم او الوحيد. في نفس التوقيت تم افتتاح معهد اخر، ده كان اسمه المعهد الحكومي في معهد اهلي. ايه معهد الاهلي؟ كان عبد العزيز هفتكر اسمه عبد العزيز حمدي، عبد العزيز حمدي. زكي سليمان حط شروط، لازم يكون معاك اعداديه او ثانويه، يعني لازم معاك مؤهل. طب انا عندي موهبه وراجل جاهل ماهوش حتى ابتدائيه، ارميه في الشارع ونجوم. فقال طيب خلاص انا هعمل، انت عامل معهد حكومي رسمي بشهاده، انا هعمله بالموهبه بس. وتعامل المعهد ده ودخل فيه نجوم النجوم، ده يمشي في الحكومي وده يمشي الاهلي، الحكومي اغلق الاهلي اللي استمر ومحدش واخد باله من هذه المعلومه. المهم ان اصبح دلوقتي المسرحي لابد ان يكون دارس، دي النقطه المهمه. طبعا المساله مش طبعا ان المعهد بعد ذلك فتح 44 واستمر الى ان، طب انت عايز تاني موهبه ودارس، محتاج مني حاجه تانية؟ اه محتاج انك تتفرغ لي بقى، مش مجرد انك معاك شهاده وانك مسرحي يبقى انت ملك الدنيا، لابد انك تتفرغ لي. يعني ايه اتفرغ؟ هنا ظهرت او ظهر مصطلح الاحتراف. وهربط ده بقى بينه وبين الكويت. زكي سليمان لما جاء الى الكويت عمل فرقه المسرح العربي، وجدهم كلهم عباره عن ايه؟ موهوبين، لكن ناقصكم الدرس. فاضطر انه ياخد الفرقه بالكامل ويفتح مركز الدراسات المسرحيه اللي عملنا له الكتاب اللي كلكم اخذتوه. دي كانت الفكره الاساسيه، انه حط بند قال ادي فرقه المسرح العربي هدخلها ينور، واللي ينجح فيكم هيبقى محترف. ما معنى كلمه الاحتراف؟ تتفرغ لي. طب اتفرغ ليه؟ مريم الصالح كانت معاهم، لا مؤاخذه انا طبيبه او انا ممرضه او انا شغاله في مستشفى، هي ومريم الغضبان كان عبد الرحمن مريم الصالح مريم الصالح ومريم الغضبان، ده هم الاثنين في قرار واحد. وجينا هنا مثلا عبد الحسين عبد الرضا بالمناسبه كان هيخش المعهد ودخل اظن شهر وسابه، انا شغال في اداره النشر وفلان انا في كذا، بس بسيط قوي. كلكم في دوائر، كانت ساعتها دوائر مش وزارات، انت في دايره الصحه خطاب، والمسرح العربي في دايره الشؤون الاجتماعيه فضل خطاب، قالوا للراجل ده من الدائره دي للدائره دي، نقل ال 40 كلهم الى اداره الشؤون عشان ما يقولوش حجه،
مرتبكم اللي بتاخدوه هتاخدوه هنا، اتفرغوا لي لو سمحتم. ودي كانت فكره الاعتراف، انك تبقى دارس ومتفرغ لمصلحتك وتشرب منه وبمرتبه. ده النقطه اللي استمرت والى الان. لكن انا بقول طبعا كل ده اختلف حاليا دلوقتي. اختلف في ايه؟ انا من وجهه نظري بقى هنا هنخش ادي تاريخ، انا قلت لكم التاريخ، لكن حاليا مين هو المصلحي؟ اغلبنا مش دارس المصلح. مثال، انا مش عايز اكون خريج الاكاديميه. طب امال انت خريج ايه؟ انا خريج ادب عربي. ادب عربي ده في ايه؟ في ايه؟ ادب عربي حديث. ادب عربي حديث ده ثلاثه، قصه، شعر، مسرح. انا خدت تلت مقرر وقدرت اتوسع فيه من بدايه ما اشتغلت، ولم اكتب في شيء خاص بالادب العربي، طبعا من خلال الادب العربي، من خلال المسرح. عشان كده عمرك ما هتلاقي سيد علي بيتكلم عن الاخراج، ماليش علاقه بيه، او التمثيل، ماليش علاقه بيه. انا بوثق وبأرخ وممكن انخد لقط، اي نعم، بس برضه لقط بناء على مناهج نقديه ادبيه وليست فنيه. انا خدت الجزئيه دي ومش عاوز غيرها، شكرا. بمعنى انا عايز اقول ان المسرحي هو من يخلص للمسرح ويضيف اليه. ده شريطه، مش مهم عندي انك تحبه بس، حتى لو انت غير متخصص، يا ترى قدرت تضيف شيء. انا واحد من الناس، لا خريج اكاديميه ولا خريج مسرح، انا خريج قسم لغه عربيه وليا فخر، بس خدت فرعه الادب المسرحي منه وقدرت اتوسع فيه بصوره قويه، وخدت مساحه ليا ومكان، والحمد لله عملت اسم انا راضي عنه الحمد لله. دي النقطه اللي احنا عايزين نقولها، كل من يحب المصلح ويخلص له ويضيف، اهم حاجه مش بس حب بس، ايه اضافتك؟ ايه بصمتك؟ انت مصلحي في تلك اللحظه. ودي وجهه نظري الخاصه، وشكرا. شكرا دكتور. في نقطة، في نقطة صارت، طبعا أول ثلاث ممثلات بالكويت كانوا أساميهم مريم، مريم الرقم، مريم الصالح، مريم الغضبان. حتى مريم الرقم كنت بعدنا يعرف، هي أساسا كانت تشتغل بالصحة، يعني ثلاثة كانوا بالصحة وثلاثتهم أساميهم مريم، وثلاثتهم أول عنصر نسائي داش المسرح، فهذه الصفة كانت وايد غريبة. بس هي لا، بس هي طبعا المفروض كانت مريم، الوثائق اللي عندك في الكتاب مريم الصالح، مريم الصالح الصبري بالمناسبه. هذه جبال بيتنا. الله يعطيك العافيه على التنويه استاذ احمد التفتان. زميل عماد جمعه، من هو المسرحي؟ يعني هو طبعا بالنسبه للتعريفات في المسرح فيها اشكاليات كبيره. يعني انا حضرت مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي على مدى يعني 20 دوره 18 دوره، وفضلنا نقول ما هو التجريب، ظللنا نردد ما هو التجريب، وعقدت عشرات الندوات والحلقات النقاشيه عشان تعريف كلمه ما هو التجريب، والى الان لم يتم، بقولها يعني بكل ثقه، لم يتم تعريف جامع مانع للتجريب. وانا قاعد في وسط مسرحيين متخصصين واساتذه، لن يستطيع أحد أن يقول لي ما هو التجريب ولا يختلف معه أحد. فدائما كل الندوات النقاشية داخل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كانت تتحدث عن التجريب، كل واحد يتكلم عن التجريب من وجهة نظره. المغربي بيقول التجريب بشكل مختلف، الجزائري بيقول بشكل مختلف، المصري يعني بقى في الشرق والغرب، فكان في اختلافات كبيرة جدا في هذا التعريف. فيعني التعريفات اللي هي الفنية ليست كالرياضة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، فالمجال فيه مفتوح ومطاط، وتستطيع تعريف يعني بشكل من وجهة نظرك أو بشكل مختلف. أنا بدون يعني فزلكة أو يعني أنا بعتقد أن المسرحي هو كل من يعمل في أحد العناصر المسرحية ويضيف لها، زي ما تفضل أستاذنا الدكتور سيد، أي إنسان يعمل في أحد عناصر العرض المسرحي أنا بعتقد أنه يعني يطلق عليه لقب مسرحي، يعني ببساطة شديدة. يعني حتى يعني أكاد أقول حتى العامل اللي هو موجود في قلب المسرح ويعشق المسرح ويعمل ضمن السينوغرافي مسرحي، يعني إلى آخر كل عناصر العرض المسرحي. دي ببساطة شديدة من دخلتي يعني. شكرا أستاذ وائل. أستاذ وائل، طبعا أنا أتفق مع دكتور سيد والأستاذ عماد على كل ما قدموه، ولكن أحب أضيف حاجة مهمة جدا. الجمهور، الجمهور هو أحد العناصر المهمة جدا في العمل المسرحي، ولا يمكن أن يكون الجمهور بمعزل عن هذه التسمية، لأنه لولا وجود الجمهور لما كان هناك عمل مسرحي. حتى الإبداع، يعني دكتور سيد تكلم عن أهمية الدراسة، وهي بلا شك عامل مهم جدا في صقل موهبة الفنان المسرحي، ولكن إذا لم تكن الموهبة موجودة
أعتقد أنه لن يكون هناك مسرحي محترف، ولكن يجب ألا ننسى الجمهور، لأنه بالفعل الإبداع يقدم للمتلقي، والمتلقي أحد أهم العناصر الموجودة في أي عمل، سواء كان عمل فني أو غير فني. وأشكركم جزيلا. شكرا أستاذ وائل. الإعلام الغدير العراقي بابر جلود، من هو المسرحي؟ شكرا. هو طبعا المسرحي هو سؤال مفردة كبيرة تتعلق بمجال العمل المسرحي. كلما أعتقد أنه الشهادة أو الدراسة هي اللي تتحكم بهذا المسمى. المسرحي هو الذي يحمل الشهادة المتخصصة الذي درسها دراسة علمية تقنية عبر أساتذة مهتمين بالمسرح، هذا الذي الجانب العلمي في كلمة من هو المسرحي. أما الجانب الثاني هو الجانب هواة، يعني اللي كثير منهم عملوا في المسرح واجتهدوا واشتغلوا مع أسماء كبيرة. مثلا تجربتنا بالعراق، يعني مثلا أذكرها أنه في الفرقة القومية، وهي فرقة كبيرة، فرقة الأم، يعني في طلاب يتخرجون من المعاهد المتخصصة يروحون لهذه الفرقة يتعينون كموظفين بالفرقة وكمحترفين وكمتفرغين مثل ما قال الدكتور. لكن في أسماء ما عندهم شهادات، يعني ما دارسين مسرح، وفي إعاقة بقانون الدولة، مثل كذا هذا لازم يكون كذا، لازم يكون كذا، شهادته كذا، متوسطة ثانوية جامعية، فكانوا يعانون من هاي المسألة معاناة كبيرة، مع أنهم نجوم، نجوم كبار، كبار جدا يعني. فالدولة يعني حاولت أن تكسر هذه العقدة، أنه سمحتهم أن يدرسون في معهد الفنون الجميلة بدون تحصيل علمي، انه هو لازم ان يكون عنده اما ثالث ثانوي او ثالث متوسطه. يعني الدوله سمحت لهم ان يدرسون في المعاهد المتخصصه بالمسرح، وهذا يمكن عاد لهم بعض الاعتبار واصبحوا مسرحيين، مسرحيين حقيقيين، لانه في قسم منهم كملوا الدراسات. يعني هو لا يجوز، يعني انت علميا اعتقد لا يجوز انه انت ما عندك شهادة، يعني ما عندك شهادة أساسية مثلا أساس الثانوي، ما يجوز لك أن تكمل على الماجستير أو على الدكتوراه أو كذا أو كذا أو كذا، لازم عندك أساس. ومع ذلك الدولة رعت هذه المواهب وسمحت لهم أن يدرسون مسرح، ودخلوا في مع الفرق الكبيرة واحتسب رواتب جيدة جدا، وتفرغوا تفرغ كامل، أصبحوا محترفين مسرح. وهذه هي اعتقد التفات رائعه كانت يعني من الدوله باهتمام مثل سامي قفطان او سليم خضير او اسماء مهمه، ما في حتى يوسف العاني مثلا، اما باقي مثل ابراهيم جلال قاسم، هذول اساتذه كبار وعندهم شهادات عليا. المسرحي اللي هو يشيل هم شعبه، يشيل هم مشكلته الاجتماعيه بالبلد. يعني هو المسرحي مو بس فقط أن يروح يسوي المسرحية وقال أنا هاي المسرحية تجريبية وإذا أجرب منها أنا أموت، هذا مو منطق، هذا مو منطق المسرح. المسرح هو هم ناس، هم شعبة، أن أجيب نص يعبر عن معاناتي ومعاناة شعبي وأعكسه في المسرح. هناك مسرحيين كثار في العراق، في مصر، في سوريا، في كل مكان، يعني تعرضوا للسجن والاغتيال والطرد هذا هو المسرح الحقيقي، المسرح الذي يقدم مشاكل مجتمع للعالم، وليس في الدول العربية، في كل العالم. يعني إذا رجعنا إلى بدايات المسرح من الطقوس الدينية اللي كانوا يقدموها ويقدمون فيها أعمال مسرحية، أعتقد هي هاي أيضا من يبدأ بالطقوس الدينية، هو يبدأ بمجتمعه، هو يعالج قضية في المجتمع من خلال الطقوس الدينية. هذا المسرح هو الحقيقي، هذا المسرحي هو الحقيقي، هذا المسرحي ليس فقط من يحمل شهادة، لا، المسرحي من يحمل الهم، هم شعبه ومشكلته. وشكرا. شكرا أستاذ ضافر، شكرا، يعطيك العافية. أستاذ أحمد البلوشي عماني. شكرا سيدي رئيس الجلسة. طبعا أنطلق من مقولة الأستاذ ضافر وأكد عليها أن
الفنان المسرحي هو من يحمل هم المجتمع، وهي كنت اتطرق عليها، فمن لم اتطرق عليها هو استاذ ولا تجاوزها. وارجع واقول مره ثانيه من البدايه ان المسرحي هذا يعتبر يعني واحد ما يعتبر في النهايه فنان او مبدع، مثل مثل الكاتب، مثل مثل الرسام، مثل مثل اي حاله ابداعيه اخرى. يعني المسرحي ليس كل، فهو جزء من حاله ابداعيه موجوده. كفنان نتكلم عنه مش كمسرحي فقط. الفنان اذا كان لا ينكر ذاته في مجال فنه، وانه فقط يخدم نفسه لنفسه، فلا تنطبق على اعتقد نظري عليه انه يعني فنان يخدم مجتمعه او يخدم الاخرين. في هناك نقطة مهمة جدا، نقطة الداعم للآخر. يعني ممكن يخدم المجتمع لكن لا يدعم الآخر. الفنان المسرحي بالذات أنا أقصد في نظري أيضا يجب أن يكون داعما لغيره في فنه حتى وفي حالات إبداعه. يعني أنا مسرحي عندي قدرات وعندي إمكانيات وعندي أشياء، وآخر زميل آخر يتلمس الطريق وأرى أنه يتخبط مثلا، فلا ألجأ أو لا أتجه إليه وأدعوه للجلوس معه وأنمي هذه التجربة عنده. أعتقد أنه يفقد صفة الفنان المسرحي المبدع الذي ينكر ذاته، فيجب أن يكون مضحي ويخدم الآخرين كما يخدم المجتمع. شكرا. شكرا استاذ احمد. الناقد البحرين استاذ يوسف الحمدان. شكرا صديقي الجميل فرح بشكل عام على كل المحاور الجميله اللي طرحتها خلال فتره انعقاد المهرجان. طبعا انا اعتقد ان هذا السؤال يعني سؤال يعني ابعد من حدود الاجابه عليه. يعني اعتقد ان المسرحي هو الذي يصبح بالنسبه لي شخصيا على الاقل يعني عصيا علي وعلى من مارسه تعريفه. يعني هو سؤال اعتقد ليس سؤال مهني فحسب، هو سؤال فلسفي ايضا بالدرجه الاساسيه. يعني المخرج اريان مشكين على كل تجربته من 68 الى الكتكالي الى 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 بالتجارب اللي قدمتها، ظلت كل تدريب، كل محاضره، كل لقاء تسال تلاميذها ما هو المسرح؟ ما هو المسرح؟ ويظل السؤال مستمرا، ما هو المسرح؟ هل هناك نهاية للمسرح؟ هل هناك تعريف محدد للمسرح؟ طبعا احنا ممكن كل حتى التعريفات يعني ايضا تتراوح بين مسرح واخر. يعني هناك مسرح تقليدي قد يكون تعرفه بطريقة معينة، هناك مسرح يتعلق بالجسد ايضا لتعريف مختلف، هناك مسرح يتعلق بالصورة أيضا لتعريف مختلف. فبالتالي المسرحي يعني احنا بناخذها ضمنيا كفلسفيا، حتى مثل ما تفضل أخوي ما لما تكلم عن التجريب، هذه مخطئ من يفهم من التجريب بالطريقة. التجريب أنواع أيضا، بس عشان أحسب إجابتك، أن التجريب أنواع، وليس هناك اجتهاد في التعريف على التجريب، إنما التجريب هو أنواع. هناك من يجرب في منطقة الممثل، وهناك من يجرب في منطقة الفضاء المسرحي، وهناك من يجرب في كذا. فبالتالي مثل ما جرب بيتر بروك في المساحة الفارقة، ومثل ما جربت ما جرب غيره في منطقة أخرى، مثل ما إلى آخر. فبالتالي العملية ليست هي محددة بشكل، وحتى لو نتكلم عن قضية هو من يحمل شعب، لأن كلهم يحمل شعبه معاناته، القاضي والمحامي والكاتب والمؤلف كلهم يحمل هذه القضايا. فبالتالي ليس هذا ما نعنيه. أنا أتكلم، أنا أعتقد بدرجة بشكل أساسي المسرحي هو الممثل بالدرجة الأساس، وكل يختفي أثره. يعني مع خروج الممثل بالدرجة الأساسية هو الروح اللي ظهرت على خشبة المسرح، وكل يحيط في هذا الممثل. يعني إذا نتكلم عن المسرح، لا حياة المسرح بدون ممثل. قد تكون هناك اجتهادات إلى آخر في الفضاء، لكن هو الممثل هو رقم واحد بالدرجة الأساسية. يبقى في الأخير يعني إحنا أيضا عندما نتحدث عن المسرحي، المسرحي يعني هذا الشيء في رأيي المقلق لأي حد، هو هذا الفنان الذي راكم من التجارب
وراكم من الوعي واستبر أعماق أمور كثيرة في حياته الاجتماعية وإلى آخر. نتكلم عن ممثل النموذج اللي يستوعب بالضبط. هناك ممثل عفوي يقدم يعني تجربته ويمكن أو فنان يقدم تجربته إلى آخره في حدوده محدودة أيضا. لكن أتكلم عن الممثل الذي يرتقي بفنه وبسحره الداخلي وكيف يشع في فضاء الحرض المسرحي أمام المتفرجين. أتحدث عن المسرحي الذي يستطيع أن يتعدد في عطاءاته. عندما أتحدث مثلا عن السينوغرافي وعندي نموذج اللي هو الفنان الجميل فيصل العبيد. هذا الفنان وليست السينوغرافيا يا هجل تكلمت عن الممثل بدأت أتكلم عن السينوغراف مثلا اللي لم يضع لي مثلا محيط الديكور التقليدي المعروف الجامد. أصبح السينوغرافيا عنده تتعدد، دخلت فيها الميكنة، دخلت فيها خدع بصرية كثيرة، اشتغالات جمالية غير عادية. أصبحت السينوغرافيا وكما لو أنها الآن توازي وتؤازر فضاء العرض المسرحي بالممثل بكل عناصر اللي موجودة. فبالتالي هذا المسرحي ممكن أن نطلق عليه هذا مسرحي مبدع، يعني بدرجة مختلفة. هناك عطاء متجاوز لأن هناك الاكتنازات اللي داخله هي اكتنازات ثقافية، يعني هناك عندهم بعضهم ينقصهم الثقافة فيقدم ما هو سائد اجتماعي وعادي يعني. ولكن عندما يكون هذا المسرحي يكتنز بوعي جديد على مستوى الاتجاهات، على مستوى الاتجاه، على مستوى الثقافة، على مستوى الوعي، فبالتالي أنا أمام المسرحي المبدع. حتى نعطي بس منطقة توصيفية أخرى لهذا الفنان. عندما تحدث نفس العملية عن بعض الممثلين، يعني ممثلين كثيرين اللي موجودين عندنا في الساحة، هناك ممثل تعرف الناس تحبه لأنه بطبيعة العفوية تحبه، لكن أنا أتكلم عن الممثل الذي يضيء ويشع أيضا بأدائه وبتجدده وإلى آخره. فبالتالي أمام ممثل أجتهد يعني يبحث يحفر باتجاهات متعددة وبالتالي يستطيع أن يتماس مع المتفرج. السؤال الأخطر عندما نتحدث عن المسرح المبدع، المسرح المبدع الذي يحمل هذا الوعي المختلف والمغاير، السؤال مع أي جمهور يتماس؟ إذا كان أحيانا جمهورك مستواه الفكري والثقافي محدود ومتخلف أحيانا، يعني انت هني امام يعني هل تنزل انت، هاي سؤال بعد، هل ينزل هذا الممثل بوعي او المخرج المسرحي بوعي او الاخر لمستوى الجمهور حتى يستطيع ان يتواصل معاه؟ هل يظل متالق بداخله ومشع وبالتالي هو ما يستر عن ذاته يتواصل مع الاخر فيه؟ يعني هي العمليه يعني احيانا يصبح المسرحي مغترب داخل بعض المجتمعات، أحس أنه مغترب، ليس كل من نحن، مثل مسرحية على سبيل المثال اللي قدمها على سبيل المثال فيصل العمير وفيصل العبيد اللي هي مسرحية ميلاد غريب. هذه تحطها قدام جمهور يمكن ما تعايش معاها. فاهم قصدي؟ بتقول أمام نخبة يمكن تعايشون معاها، لأن فيها قد تكون فيها جماليات، فيها متعة، المتعة البصرية فيها الجماليات في الآخر. لكن هو بعد يجيك واحد يقول لك والله لا هذه ليست المسرح، هل هذه المسرحية؟ وقص هذا النوع من المسرح يشكل مسرحي ايضا باتجاه يعني من منطلق اخر. المسرحي الحقيقي هو الذي يتصل بشكل عام، عنده هناك تماس يعني تظاهره حيه مستمره بينه وبين الاخر. هو المسرح هو الاتصال المباشر مع الاخر، هو الذي لا يتوقف، لا يكف، لا تلهيه فنون اخرى، لا تعطل تجربته المسرحيه عن فنه. بالتالي هو حاليا هذا موجود الوصف عندنا شنو حاليا بالوقت الحالي لا انا اقول لك لا موجود طبعا لا انفي انا متاكد موجود. وان كان احنا مشكلتنا ساحتنا الان اصبحت ساحه المهرجانات وليست ساحه المسرح المستمر والمتفاعل مع المتفرج. هاي حقيقه. يعني المسرح التجاري هو الذي يسود، لا استطيع اقول في المسرح التجاري هو ما يغريني او يغويني. انا اتكلم عن المسرح الذي ينبغي ان يكون، كيف نؤسس لمسرح يتواصل مع المتفرجين بمختلف أطيافهم وأنواعهم. هذا أيضا يتشكل من خلال نموذج آخر في المسرح. يعني عندك يعني أنت ما يمكن الآن في ساحات الحلاق لا تقدم هالتجارب هذه الحديثة. هل ممكن يعني تقدر تشكل من خلال المتفرج؟ هي مغامرة، لكن من يقبل على هذه المغامرة حتى يتشكل هذا المسرحي؟ إحنا نخاف. أنا في رأيي مثل هذا النوع من المسرحيات
ينبغي أن تستمر حتى مع الجمهور، خل تتعرف على ردود الفعل، ردود الفعل الآخر، وإن كانت قد تكون بالنسبة للآخر ما مش مقبولة إلى آخره، بس لابد أن يعني مثل ما كان يوم من الأيام الله يرحمه صقر رشود مسرحيات الجادة عرس السلطان الآخر حاول يزاوج بين الكوميدي وبين الجدي وبين المسألة كلها كنت تحمل فكر، لكن استطاع أن يشكل قاعدة ما نقدر ننفي للشيء. الآن ليش إحنا ما نقدر الآن بالتجارب الحديثة الموجودة أن تكون هذه التجارب إن هي أيضا تعرض، يعني لا يتشكل مسرحي في رأيي الشخصي من عرض واحد، لا يمكن. المسرح هو الذي خلاص يعني يعني تواشج مع كل شيء داخل حياتي. لا ما أدري، ما أعرف، أنا أحيانا أعرف مفرح بالضبط، ولكن هو أنا أعتقد أن ذي المسرح ذي حالة غير عادية، حالة يعني ما أعرف يعني. شكرا على الحالة اللي أنت قدمتها لنا أستاذ يوسف الحمدان، يعطيك العافية. الأستاذ فنان قطري صالح المناع. السلام عليكم. أولا أشكر البراء وأشكر جميع الحاضرين. السؤال طبعا من هو المسرحي واضح جدا. الحياة كلها مسرح، لكن من هو المسرحي؟ المسرحي هو الملتصق بخشبة المسرح مثل ما ذكر أقول، سواء كان كاتب مسرحي، ناقد مسرحي، ممثل، مهندس ديكور، سينوغرافيا، حتى من يلبس المسرح، أنا في وجهة نظري هو المسرحي. أيوة. المسرحي هو من تطأ رجله على خشبة المسرح، هو المسرحي. هذا في النهاية. شكرا. وجهة نظر الأستاذ مصمم سينوغرافيا فيصل العبيد. طبعا ليش نصرت في الاخير، فكل ما اسجل نوت كل ما حد يقول اشطب جمله فبقى شويه نفس الفيصل نفس الشيء نفس الحاله كلامه. طبعا هو اول مسرحي انا بالنسبه لي الوجود اللي موجود هذا الاهتمام والتواجد، هذا اول 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 وجود المسرحي الحقيقي، الاهتمام في هذه المناقشة، وإن كان يعني هو سؤال جديد، بس الجميل في السؤال أستاذ فرح إنه خلانا نتطرق إلى جوانب. فأتوقع من ما بعد هذه الندوة دائما أنا أستاذ يوسف نقول دائما ما بعد الندوة يبدأ الاشتغال على العنوان الرئيسي. فأنا سامحوني بتواضع، كتبت بنود بسيطة هي هيدلاينز، عشان ما عندي أنا هذه البلاغة في طرح كل هذا الكلام. أنا مال ديكور مال ألوان. أنا بالنسبة لي المسرحي هو من منزله اللي هو بيته، هو المسرح وأسرته فريق عمله، هذا ننطلق من هذا المسرحي. وهو المثقف المتخصص، المثقف كلنا نعرف إنه هو المثقف اللي يعرف من كل شيء شيء، والمتخصص يعرف كل شيء في شيء. المسرحي لازم يكون الاثنين، المثقف والمتخصص. والمسرحي هو صاحب المنبر على الركح، في كل تخصص هناك منبر، السياسي له منبر في المجلس، وفي هذا المسرحي هو منبره هو الركح المسرحي. والمسرحي الحقيقي هو حامل هموم المجتمع والإنسان بالتحديد، والمسرحي هو الفنان اللي هو يعكس مرآة مجتمعه، والمسرحي هو الذي يرسم الفرجة الحقيقية ومتاع الجمهور، والمسرحي هو أيضا الجمهور الواعي، ومن هذا الجمهور هو الجمهور اللي راح يشير على من هو المسرحي. هذا باختصار عندي. شكرا أستاذ فيصل. أستاذ عبد الله التركمان. بدون أستاذ. الله يخليك ولا فنان، أنا يعني شخص بسيط مسرحي. أنا طبعا شكرا على هذا العنوان، يمكن أول عنوان يخلينا نتكلم بإسهاب، بس هو يعتبر أنا أتوقع إني أنا قاعد أتكلم عن حالة هذا الرجل أو هذا الشاب أو هذا المراهق اللي كان في يوم من الأيام على خشبة المسرح ويشاهد العروض. هذه رحلتي أنا كانت في الحياة، كنت أحضر عروض أيام 99، كنت طالب في الجامعة، كنت أحضر المهرجان المسرحي اللي كان في الدورة الرابعة والثالثة. فأعتقد أنها هي تعتبر أي شخص يحب أو هذا الكيان أو يحب هذه الخشبة أو يكون ملاصق لها. أعتقد أن المسرحي باختلاف مفرداته باختلاف حرفته، بس هو كل شخص يحلم يستطيع أن يتخيل، يستطيع أن ينقل هم هذا المسرحي أو هذا الهم المجتمعي ويجسده على خشبة المسرح، سواء في كلمة،
سواء بصورة سواء بحالة سواء بتمثيل سواء بنقل حالة معينة. فكل مسرحي يستطيع أن يحقق فرجة مسرحية، والفرجة المسرحية تتلخص بثلاث كلمات. اللي يستطيع أن يفهم مثلا فكرة معينة، معاناة معينة في المجتمع، يؤثر على المجتمع أو ينقل حالة مجتمعية معينة فيقوم ينقل هذا التأثير الكبير عليهم، سواء بالفكرة سواء أنه ممكن يسوي ثورة ممكن، لأن في يوم من الأيام كانت المسرح تقوم عليه ثورات وغيرها. والمتعة، أو المتعة اللي هي اللي يحققها المتفرج نفسه بإشباع. فأنا كنت أقدر ألخص هذا الكلام بقصيدة قصيرة للشاعر أحمد مطر، خصوصاً أنا ريال ممثل أقرب لي الكلام، أقرب لي الشعور والأحاسيس، بعيد عن الكلام اللي هو قد يكون عاطفي. أنا ممكن ألخص هذا الشيء بهذه القصيدة البسيطة اللي هي قصيدة أحمد مطر اللي هي قلم رصاص، اللي هو لما يروح هذا الشخص إلى هذا الطبيب فيقول له جس الطبيب خافقي، قال لي هل هنا الألم؟ قلت له نعم، فشق بالمشرط جيب معطفي وأخرج القلم. القلم هني كل واحد يكتب على خشبة المسرح، ممكن الكاتب، ممكن المخرج، ممكن حتى السينوغرافي يلون على خشبة المسرح. فهذا القلم هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي ليس سوى قلم. فقلت له يا سيدي لا يا سيدي، هذا يد وفم ورصاصة ودم وتخمة سافرة تلتصق بالمسرح هذا من عندي تمشي بلا قدم. هذا اللي قاله أحمد مطر. فهذا أتوقع يعكس حالنا إحنا كمسرحيين، أو يقول شعورنا إحنا، ترى إحنا تهم قاعد نمشي بلا قدم يعني. فهذا أنا أقدر ألخص هذا. مسرح جريمة. أيوة. دور الدم صح. الله يعطيكم العافية. شكرا أستاذ عبد الله الترثماني. أنا بخلي الختام معك أستاذ أحمد. أنا عندي الدكتور جمال حماد. طبعا سعيد جدا بال. المطبخ المفرح الشماري في هذا المكان، مطبخين بالتوابل مع أضافة كل مفرح المبدع أبو محمد حبيبي، أضاف ما أضاف بهذه الأدوات. العنوان يعني في حد ذاته يعني عن خليف الآخر كما أقول يفتح حقولا لغوية كثيرة. هل ما كل ما قلتموه داخل في هذه القاعة يليق بهذا المكان؟ يليق. يعني لو عدنا بالتاريخ، وعم سيد جربت المسرح يعشق التاريخ والقديم لتعريف البلاغة العربية مطابقة الكلام لمقتضى الحي مع فصحة تعبير يضعك في مسارح لغوية قديمة، إنتاج اللغة، إنتاج اللغة القديمة في تراثنا العربي، إنتاجنا اللغة الطبيعي كل يوم يعطينا ما يسمى بالمسرح، بخلاف المسرح الذي سأسميه فيما بعد ذلك بالمسرح المغلق. مسرح مغلق مرتبط بكائنات مسرحية كما أسميها، مخرج، مؤلف، سينوغرافيا، لمشاهد، لإعلامي داخل القاعة يعبر عن العرض المسرحي، لناقد يقدم عن العرض المسرحي. لكن يبقى في داخل هذه القاعة المغلقة هذا الممثل الذي يؤثر في المتلقي بما حمل من حكم، من أمثال، من علاج لمشكلات. في مقابل هذا المسرح المغلق هناك مسرح مفتوح، مسرح مفتوح لا تقييد فيه، بل هو منطلق أكثر من الانتقاد موجود عندكم في المسرح. أنتم مقيدون، مكبلون بنص، مكبلون بإضاءة، مكبلون بمكان، مكبلون بجمهور، مكبلون حتى بالفكرة. الفكرة تنتج كمفهوم في الحياة في المسرح المكشوف مفتوح، ورشة نجارة تدخلوا تفرجوا بتشتغل ازاي، من غير مؤلف ومن غير مخرج ومن غير سينوغرافيا ومن غير ديكور ومن غير كل هذه الأشياء. غرفة عمليات جراحية فيها هذا الشيء أيضا. لما أعود إلى المعنى السؤال الذي طرحه أستاذ هذه الندوة، من هو؟ نحن في اللغة العربية نعيب، نستخدم كلمة هو بعد اسم الاستفهام، فيقولون كيف نستفهم بمبهم عن مبهم. أنا أصر على أن يكون مثل هذا السؤال صحيحا، لأنه يسأل عن مبهم، حيرنا نحن جميعا في هذه القاعة، من هو المسرحي؟ شكرا لكم. شكرا دكتور جمال حماد.
طبعا انا في الكلمه الختاميه قبل الختام حق اخونا مدير المهرجان استاذ احمد التتان، وبقول له من هو المسرحي في وجه في 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 نظر المسؤولين كونك انت يعني مدير المسرح المسؤولين هذه شوي. اول شيء انا بتكلم نقطه واحده، المسرحي طبعا هو الممثل، مو شرط انه يكون ممثل مسرحي، المسرحي هو خليط من المسرح كله العموم، مو شرط يكون داخل المسرح، ممكن يكون برا المسرح هو مسرحي وهو ناقل رسالة. الرسالة اللي يوصلها المسرحي أو الممثل أو السينغرافيا، طبعا أنا يعجبني فيصل العبيد لأنه أساسا هو مهندس ديكور وكاتب تخصصه مبدع أو إيه، فهذا اللي بقول إن فيصل العبيد واحد من الناس اللي أنا واحد صراحة ما أجيب شغله، يعني مهندس ديكور كاتب ممكن مخرج ممكن كل شيء ممكن يصير، حتى ممكن يمثل ترى على فكرة يعني. لا إن شاء الله مضاعف. هذا المسرحي، المسرحي ثاني شيء لا تنسوا إنه قاعد يشيل هموم الناس. المسرحي هو الرسالة اللي توصل حق الناس، هو الرسالة نفسها، هو الرسالة اللي توصل حق الناس. يتكلم بطريقة اجتماعية، يتكلم بطريقة اقتصادية، يتكلم بطريقة هزلية، يتكلم جميع الطرق يتكلم فيها. في نقطة لا ننساها، مو كل مسرحي مسرحي، في مسرحيين تلاقي على المسرح فعلا تقول هذا مسرحي فعلا فنان، وفي مسرحي لما تشوفه تقول هذا ما ينفع، في مجال ثاني ممكن يشتغل فيه، ايش ما ندش المسرح هذا بعيد عن المسرح. واسطة عودة. فواسطة عودة زين، او الواو مثل ما نقول احنا، الواو عندنا شوي كبير. فأنا شبه المسرحي بالضبط نفس عضو مجلس الأمة بالضبط. في مسرحيين يوصلون المسرح وهم ما لهم شغل بالمسرح، في ناس يوصلون مجلس الأمة وهم ما لهم شغل بمجلس الأمة. طبعا نختم الكلام هذا في الشكر حق جميع الحاضرين هني، حق السيد المفرح الشمري على القعدة الحلوة أو المقابلة الحلوة أو الحوار الحلو هذا، كذلك المسمى. مشكور يا اخ محمد، هذي بالله سلمك محمد. انا بعد اذنك بس في نقطة مهمة، يعني انا في فريق عملي اثنين من الممثلين على طارق المسرحي المحترف المخلص، منهم عبد الله يمي مطر امدح علشان موجود، ومنهم عبد الله بلوشي هذا الاهم. نعم. عبد الله بلوشي كلنا نعرف انه ممثل تلفزيوني على خطى النجومية. انا هذا اللي اقصده، ترى ترك اربع اعمال دراما عشان يتفرغ للمسرح. انت تعرفون المردود المادي في الدراما، ترك اربع اعمال. وعبد الله عشان عرضنا بعد اسبوعين باذن الله في القاهره، ترك فيلم خارج الكويت وفرصه، يعني فيلم من يعني الافلام الثقيله عشان يلتزم في البروفات. فهذا قلت انا اذكرها حق في حقوق هذا الممثل. ليش ما نمدح فيصل؟ انا اقصد بالكلام ان المسرحي انت اكيد على كلامك فعلا المسرحي انه مخلص حق عمله فعلا. انا محظوظ في ناس مخلصه فعلا، يعني في ناس وايد ضحت في راح اربع مسرحيات وايد بسبب يقول لك انا فعلا مسرحي، انا احب العمل، انا واحد بالماده استغل الروبه هذا، ما قال نستغل كلام يعني. بس اسمح لي ابو محمد اذا بنحب نفتح الحوار، يعني يعني لما تحكي عن فنان مسرحي في اسماء ما تغيب عن بالك. انا صح، انا اول واحد، انت واحد منهم صراحه ولا اخيرا انت واحد منهم عبد الله. انا محمد اختصارا تحكي المسرح هو الفقير، يعني شوف لما تحكي تحكي مثل هذا الكلمه نحن ننسى على سبيل المثال نجيب الرحاني شباب، هل ممكن ننسى احنا نجيب الرحاني مثلا؟ هل ممكن ننسى على الكسار؟ فاهم قصدي؟ احنا نتكلم عن فنانين، هل ممكن ان ننسى احنا مثلا عبد الحسين عبد الرضا بالخليج ولا بالكويت؟ هل ممكن نسأل سعد الفرج، يوسف العاني، واسماء كثيره بالعراق وبسوريا والى اخره؟ يعني اسماء، يعني هذا مضيئين. انا اتكلم عن المسرح فعلا اللي يحمل دائما اضاءته معاه، مش المسرحي اللي دائما خافت، ولو ان المسرح الحقيقي هو اكثر من يتعرض
للهم ويتعرض لأمور كثيرة يعني كما يقول شكسبير ممثل أحيانا مسكين يعني الفنان يعني يمر بظروف مش بسيطة. أنا شبهت لك في يعني إيه؟ حال عضو من سلمة طبعا يعني شلون يوصل شلون دين مش قد بيه العملية ترى مش بسيطة حبيبي. يعطيك العافية أستاذ يوسف الحمدان. أنا ما يسعني إلا في نهاية الحلقات النغاشية اللي قمناها في المركز الإعلامي للمهرجان الكويت المسرحي في دورته 19 أوجه الشكر حق طبعا أخوي مدير المهرجان أحمد التتان اللي للأمانة كان معانا يعني أول وكان مسهل الأمور ولله الحمد صارت الأمور على ما يرام واتمنى انها تصير حتى يوم الختام ونفرح بالجميع والفايز نقول له مبروك يعني اللي ما يفوز ان شاء الله خيرها بغيرها. هذا الجهد اللي في مركز الاعلامي جهد مو بس انا جهد زملاء اعزاء علي. انا احب اوجه الشكر لهم اختي شهد كمال ونفين بولافي وفالح العنزي ومشاري حامد وحافظ الشمري وفيصل التركي ومحمد جمعة وشريف صالح وفادي عبد الله والمصور الجميل اللي رافقنا من البداية للنهاية استاذ محمود نعمة الصياد. فكل الشكر حتى التلفزيون الكويت وإذاعة الكويت وجميع مواقع التواصل دروازة نيوز ولصفحة الجميل الدكتور سيد علي إسماعيل اللي وثق هذه الحلقات واللي من الحلقة الأولى للحلقة الحين الأمانة يستاهل كل الشكر والتقدير على هذا التوثيق وهذا شيء مهم. فأتمنى أن احنا نستمر في هذا يعني النظام اللي احنا سرنا عليه في هذه الدورة وهذا بفضل الله ثم بفضل يكون مسؤولين فاهمين ومقدرين شنو معنات مسرح. كل الشكر لكم. السلام عليكم. شكرا.